السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج صالون الصحة والجمال. في بداية الحلقة أنا بتقدم بخالص التعازي للأستاذ جمال عبد العظيم مدير البرامج في قناة الصحة والجمال في وفاة والدته، نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها برحمته وأن يجعل مثواها الجنة وأن يغفر لها ويرحمها. أعزائي المشاهدين، في بداية حلقتنا إن شاء الله عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع بيهم كل أسرة وكل بيت مصري، الثانوية العامة، بعبع الطلبة وبعبع الأسرة المصرية الثانوية العامة. الثانوية العامة ما لها وما عليها في ظل جائحة الكورونا، هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. بيشرفني النهاردة بيكون معايا اتنين من خبراء التعليم، الخبير التربوي أستاذ صدقة عبد الرحمن صدقة، خبير تربوي، أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. ومعايا أستاذ تامر إسماعيل، خبير تربوي حاصل على الدبلوم المهني من جامعة كامبريدج في إنجلترا. أهلا بك أستاذ. أهلا بك أستاذ هاني. أهلا بك يا فندم. طبعا هبدأ بأستاذ صدقة وأقول لحضرتك الثانوية العامة هي بعبع كل بيت مصري، إذا كانت للأسرة أو للطالب. ولكن الثانوية العامة السنة دي بتختلف عن كل سنة فاتت. الثانوية العامة عليها الطالب بيبقى عليه ضغط كل سنة، والأسرة عليها ضغط، ضغط مدرسين، ضغط مادي، ضغط معنوي، ضغط نفسي. ولكن السنة دي بتختلف شوية عن كل سنة. السنة دي لما ظهرت الجائحة وظهر الفيروس كورونا أثر على الأسر المصرية، أثر على الطلبة، أثر على المدرسين. فبقى عندي ثلاث محاور، الثلاثة متأثرين بالثانوية العامة: المدرس، الطالب، الأسرة. إزاي هنتناول وإحنا خلاص داخلين على نهاية السباق في الثانوية العامة، فضل لنا أيام قليلة، الطالب عليه ضغط جامد جدا، الأسرة عليها ضغط جامد جدا، المدرس فين من ده كله؟ عاوز حضرتك تديني محور وتقول لي الثانوية العامة مختلفة السنة دي عن كل سنة. أكيد. نبدأ نعمل إيه عشان نخلي الطالب دوت يقف ويقول لأ أنا هنسى الجائحة اللي موجودة دي وهتعامل مع الموقف إزاي؟ تمام. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أولا أنا ضد التعريف أو التصريح بأن الثانوية العامة بعبع للطالب وللأسرة وللمجتمع. حتى الوزارة نفسها لما بيجي معاد امتحانات ثانوية عامة بتلاقي شد في الوزارة والأخير وعلى كل المستويات. أصيدة الكلام مش كده خالص. يعني احنا لو عندنا تخطيط سليم تمام كطالب كأسرة كوزارة إلى آخره، هنلاقي العملية ماشية عادي جدا زيها زي أي سنة. أنا عايز حد من الخبراء يقول لي إيه الاختلاف بين ثانوية عامة وبين أولى سنة وتانية سنة وتالتة أعدادي إلى آخره. مفيش. ثانوية عامة المصير، هي المصير. ما هو المصير حضرتك أنت أعديت نفسك مسبقا فيما يخص المصير بالنسبة للإعدادية. مش إعدادية شهادة وذاكرت واجتهدت وإلى آخره، وكذلك أولى سنة وتانية سنة أنت بتذاكر عايز تنجح، لأن إحنا عندنا حضرتك في مصر هنا الطالب بيذاكر عايز ينجح وبعدين بتجيله مرحلة تانية عايز ياخد شهادة تتفق وميول الأسرة وميول أو ميوله وميول الأسرة. تمام. لو والده دكتور عايز يطلع دكتور، عايزك دكتور إلى آخره. هنا بتبدأ المشكلة. أبويا عايزني دكتور وابويا شديد قوي في توجيهه وبيتكلم بجدية وانا ما اقدرش اعصيله طلب، فببقى انا اتحطيت تحت ضغط هنا. انا مش غاوي الطب، مش غاوي الهندسة، مش غاوي الى اخره. طب امي نفس الحكاية ممكن تاخد نفس الدور. تمام. يبقى هي وابويا متحدين عليا. طب الله. طب انا دلوقتي عايز اقول نترك هنا النقطة دي، خلينا نخش في موضوع الثانوية العامة والجائحة وظروف الاسرة والمدرس والطالب. واحد، الأسرة مفيش داعي للشد، ناخد الأمور بمنتهى اللين ونأخذ كلام الله عز وجل دايما اللي بيعلمنا إزاي إن احنا نتخطى كل صعوباتنا في حياتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، الآية في سورة التوبة طبعا 105. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. وقول اعملوا الكلام لسيدنا محمد بيقول لك اعمل يا محمد، بلغ امتك والناس انهم يعملوا.
مين بقى؟ فسيرى الله عملكم. مين اول واحد هيشوف عملك؟ ربنا. انت لو عندك الايمان الجيد القوي او اللي هو انا بقول متدرج في القوه، انا ما بطلبش منك في يوم وليله تبقى ابو بكر الصديق، ولكن انا عايزك تتدرج في الايمان وتحس بكده بحلاوه الايمان في قلبك، يبقى هنا النقطه اعملوا فسيرى الله عملكم. مين اللي هيشوف عملك؟ الله. لو انت توجد عندك هذا الوازع الايماني بان الله مراقبك، حاسب وراك محاسب، تمام، لازم انشئك على كده. ده انا انشئك من صغرك. وقول اعملوا فسيرى الله عملكم. ومين تاني؟ ورسوله. ومين تاني؟ والمؤمنون. ايه حكايه المؤمنون دي؟ يا اخي من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لما يشوفك واحد عملت له شغلانه حلوه، ها، هيقول لك الف شكر. تمام. اذا انت المؤمنون لما هيشوفوا شغلك ده كطالب بتذاكر وبتجتهد، حتى يقولوا لابوك ايه؟ بسم الله ما شاء الله، دهاني جميل، ربنا يبارك لك فيه. صح ولا لا؟ صح. اذا لو انت توجدت هذه الايه في مخيلتك كده دايما، هتبص لنفسك ان شاء الله ولا جائحه ولا غيره. انا بشتغل بعمل اللي عليا. بص احنا بنعمل اللي علينا والباقي على الله، كلمه بيقولوها الاجداد. صح ولا لا؟ تمام. طب يبقى انا خلصت الطالب. الام نفس الكلام اللي اتقال للطالب يتقال للام وللاب. ما تضغطوش على الولد، الضغط يولد الانفجار. ساعدوه، شجعوه، حمسوه، واخد بال حضرتك؟ قدموا له الدعم الفني في البيت، الاستقرار، السكون والهدوء. وبعدين اقعدوا ناقشوه ساعات المذاكره تكون امتى، احسن ساعات ايه، عشان حسب ظروف حيك اللي انت ساكن فيه، حي مزعج، حي هادي، الى اخره. تمام تمام. بعد كده نيجي لدور المدرس. مشكله كبرى بصراحه، الله يكون في عون اولادنا كلهم. اول ما قالوا ما فيش دروس وما فيش سناتر وما فيش مش عارف ايه وكلام من ده، بدات الطامه الكبرى. هنعمل ايه؟ احتاروا كلهم واحتاسوا. لعلم حضرتك مردودها واثرها كان سلبي من نقطتين. اعطت اول حاجه نزلت على الطالب صاعقه. انت عارف حضرتك لما الموبايل عندك ياخد فيروس ويقع السوفت وير ومش عارف ايه وحاجات ويضيع لك الصور والكلام من ده، فنزلت على دماغ اغلب الطلبه السوفت وير وقع. يا نهار اسود، ما فيش دروس؟ ده الدروس دي هي حياتي. لا يا حبيبي. لا والله، والله انت لو جربت عبر الاجيال اللي فاتت ما كانتش في دروس ولا حاجه. انت بس ايه، اظبط نفسك كده وقول انا هعمل ايه. عمل برضه. الله يفتح عليك. وعمل مش اي عمل. انا هعمل ايه؟ ما فيش دروس ومش هطلع وما فيش مدرس هيجيلي. طب اعمل ايه؟ ابتدي بقى. بالنسبه انا هتكلم للمده دي دلوقتي اللي هي ال 15 يوم الباقيين دول. تمام. الحق نفسك. الحق نفسك دي بقى هناخدها في السؤال الثاني. اتفضل. هنتقل للاستاذ تامر. واستاذ صدقه قال الحق نفسك. من الحق نفسك دي لازم هنلحق نفسنا ونقول احنا التعليم في الخارج والتعليم عندنا، هل احنا هنلحق نفسنا زي بره ولا بره احسن مننا، ولا احنا ولا التعليم عندنا احسن من بره؟ هتقول لي عن التعليم في الخارج والداخل واسباب الاختلاف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هو في اختلاف كبير جدا ما بين التعليم عندنا والتعليم في الخارج. بعد لما حصلت على دبلومة كامبريدج وتعبت عشان اخدها، عرفت قد ايه يعني ايه التعليم بره مختلف تماما بالنسبة للمدارس الانترناشونال في مصر. الناس دي فاهمة تعليم كويس قوي. الناس دي بتدرب الأولاد منذ الصغر على إزاي يبقى المشاركة داخل الفصول. ودي عندنا إحنا ما بنلاقيهاش. يعني بنلاقي إن عندنا في معظم المدارس بتاعتنا تلاقي المدرس داخل كل هدفه إن هو يقول الحصة بتاعته وخلصت، يأدي المنهج بتاعه خلاص. والطالب هو قاعد مشاهد في جيل، انت حضرتك متخيل الجيل اللي احنا بنتعامل معاه دلوقتي اللي هم خلاص وصلوا لمرحله ان التكنولوجيا بقت بالنسبه لهم حاجه عاديه جدا. فانت ازاي تجبر طالب زي ده يقعد قدامك سبع او ثمان تسع حصص، المدرس بيخلص يخرج يجي مدرس تاني؟ ده الكلام، ده كلام طبعا من اسباب وقوع التعليم عندنا وسقوطه.
ان احنا بنعتمد على التلقين، مدرس بيتكلم طالب بيسمع، بس هو ده التعليم. طب ايه الفرق بينه وبين بره لما احتكينا بيهم ونقلوا لنا الخبرات بتاعتهم في رسالتنا؟ عرفنا ان من الغريب اللي ده كان بالنسبه لنا غريب، ان الطالب لما بيجي يدخل الفصل المدرس بيبقى مدير فني، هو مراقب ليهم في اكتيفيتي كتير قوي، نشاط الطلبه عماله تتكلم ده مع ده، ده مجموعات، الصوت عالي قوي في الفصل. طبعا اي حد لو في مصر شاف الكلام ده هيقول ايه ده 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 ده, ده التهريج. لا طبعا الكلام ده هو فعلا ده انسب وسيله للتعليم الحديث، ان الطلبه تشتغل مع بعضها. لما جه الوزير الدكتور طارق شوقي في مرحله النقل وازمه كورونا وابتدى يتكلم عن موضوع الابحاث. ده مهم جدا بقى حته الابحاث ديت، يعني في ناس كتيرة جدا ما كانتش عارفه ايه ابعاد موضوع الابحاث، وقالت لك يعني ايه اعمل بحث وبحث ايه، واولياء الامور تضرروا وتذمروا، وقال لك لا ازاي، والوزاره بتجهدنا والوزاره بتخلينا ان احنا ننزل واحنا مش عارفين. يعني كان في ضيق من بعض او الاسر طبعاً، وشايف ان البحث دوت ملوش لازمه وخلاص، طالما الطالب قعد نجحون لي ابني وخلاص. انت طبعاً رايك ايه في موضوع الابحاث؟ انا رايي طبعا، لا طبعا انا مش مع الراي ده خالص. انا تطبيقا لفكره الدكتور طارق شوقي ان هو عايز يطبق الفكر الخارجي، بان عمليه البحث وهو حط شروطه انه احنا يا ريت كذا طالب يشترك فيه، هو بيدرب الطلبه من دلوقتي على الشغل الخارجي زي ما هم بره. يعني احنا لما بنشتغل في المدارس الانترناشونال بنجد ان موضوع الابحاث ده بالنسبه لهم على طول خمسه سته مع بعض بيقعدوا مع بعض، ده بيقوم بعمل وده بيقوم بعمل، لان ده مهم جدا في تطوير التعليم. استاذ هاني ليه مهم؟ لان حضرتك لما تيجي تدخل اي فصل بتجد ان نسبه الطلاب الذهنيه بالنسبه لهم متفاوته، في تباين، في الشاطر قوي، في المتوسط، في الضعيف. فبيبقى فكره المشاركه ان انت لما بتعمل جروب عمل بيبقى فيه الكويس قوي وفيه المتوسط وفيه بيندمجوا كلهم مع بعض، كله بيندمج، فبيشعر حتى الطالب الضعيف بيشعر ان هو ادى دور على قدر المساواه وعمل حاجه يعني، فبترفع من روحه المعنويه وبيتخليه يحب الموضوع قوي ويشارك. تمام، ده فكره الابحاث. لكن احنا عندنا بالنسبه لنا طبعا، ودي نسبه 98% من المصريين، الاولياء الامور هم اللي عملوا الابحاث، ودي ده عن واقع يعني، هم اللي كانوا بيبذلوا مجهود. وطبعا يعني احنا بندور نطور ازاي ونخلي الطالب يحتك بالانترنت ويحتك بانه يجيب ابحاث ويقعد مع زمايله ويشتغل، كل ده مش موجود يعني. كل ده مش موجود عندنا للاسف. يعني انت مع وزير التربيه والتعليم دكتور شوقي، دكتور طارق شوقي، في ان الابحاث دي كانت مهمه للطالب، مهمه جدا، اذا كان الطالب هو اللي بيعملها بنفسه، بيعملها او بيعملها مع زميل ليه يعني، هو ده الفكر او ده المقصود من الموضوع. تمام، ان الطلبه تشترك مع بعض ويقدموا مع بعض عمل، الضعيف والمتوسط والممتاز يشتركوا مع بعض في هذا العمل. تمام، هنتقل للاستاذ صدقه واقول لك بقى، يعني احنا في ظل الثانويه العامه الطالب بيجي في وقت من الاوقات، هو مجال الثانويه العامه الوقت كبير في اول العام. تمام، وقت كبير جدا، ولكن عامل الوقت بالنسبه لطالب الثانويه العامه بيجي في بعض الاوقات يخون الوقت، ويجي في اخر محطاته يقول لك الم نفسي ازاي. الكلمه دي بنسمعها من واحنا صغيرين لغايه ما كبرنا، وطالب الثانويه العامه يقول لك الم نفسي ازاي في الايام اللي جايه. تقول له بما ان حضرتك خبير تربوي يلم نفسه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي احنا يعني تصريحا احنا بنقول يعني الواحد في التعليم الرسمي نقول كده يعني 40 سنه. نحمد الله على هذا. كل ده مر علينا بمراحل وباشكال وانماط، احنا في المطبخ. فبيجي طبعا 70 الى 80% حتى المجتهد منهم يجي يقول لي في فبراير، واحيانا في مارس يقول لي انا ضايع، عايز الم، انا حاسس ان انا ما فيش حاجه. اقول له خد بالك، انت لو بتقرا علم نفس كويس تعرف ان ابن ادم حينما يتعرض الى ضغط نفسي عامل التركيز عنده بيتلاشى الى ان يستقر امام ما هو بنسميه مقر الإقرار بما لديه من استيعاب. وفجأة يلاقي نفسه فعلا يقول تصور يا مستر، أنا فعلا لما قعدت في الامتحان اللي عملوه وبذمة وبضمير وركزت
جبت نتيجه كويسه. رغم ان انا شفت انت لما بتسالني بقول لك انا ما حاسس ان المواد ضايعه مني. يعني انت بتقول له يركز. ركز طيب. هو التركيز. تمام، هناخد تليفون وارجع لحضرتك تاني واحنا مركزين مع حضرتك. اتفضل اتفضل استاذ ياسر. اتفضل استاذ ياسر. الو. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا. كان عندي سؤال على الاستاذ تامر لو ينفع نرد عليه. اتفضل 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 يا استاذ. شكرا. ازيك يا استاذ تامر؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك منور. اهلا بحضرتك. لو سمحت انا عايز بس استفسر منك استفسار، بما انك تربوي فضيل يعني احنا متابعينك، فعايزين نعرف منك نعمل ايه في حاله ان احنا دلوقتي المدارس لو اتاجلت او مش موجوده او مش هتشتغل تاني الفتره الجايه دي بسبب كورونا وبسبب الظروف الرهيبه اللي موجوده في البلد يعني. فاحنا دلوقتي هيبقى ظروف ولادنا ايه؟ حاضر. التعليم هيبقى ماشي ازاي؟ الدنيا هتبقى ماشي ازاي؟ حاضر. افيدنا في الموضوع ده. حاضر يا فندم. شكرا ليك يا استاذ ياسر. شكرا لحضرتك. هناخد الاسئله في الاخر وهنكمل مع الاستاذ صادق. اتفضل يا فندم. وبطبيعه الحال انا بقول له انت جاي بتقول الكلام ده والكلام ده علميا مش صحيح. انت مركز، انت عندك مخزون علمي. اقعد على ترابيزه الامتحان وسمي الله وتوكل على الله، هتلاقي نفسك شويه شويه المعلومات بدات تخرج. زي ما واحد يقول لك وفي وسط الكلام يقول لك ايه صحيح فاتنا اقول لك. اتفضل. صحيح فاتنا اقول لك. صحيح فاتنا اقول لك، يقولها في الجلسه الواحده يمكن 20 مره. هو عمال سبحان الله انت بدانا نشد الخيط. الخيط بدات، هي البقره موجوده جوه. ايوه. فبدانا نشد. طلع معانا شويه شويه الله يخرج من الامتحان بياخد حبايبه بالحضن. ايه ده ايه ده، انا كنت فاكر ان انا هقع في الماده دي بنسبه 90%. اديك يا سيدي اهو، ما احنا قلنا لك يا ابني دي نظريه علميه نفسيه وقرانيه واسلاميه وفي الحديث الشريف وفي كل حاجه يا جماعه. احنا مرجعنا حديث وقران. تمام. ها دين ودنيا. تمام. فانت لو حاولت تبص في الدين هتلاقي كل ده احنا بنعرفه. فاذا لا تخشى على نفسك ان انت، طب انا عايز الم بقى. انا لا ما عنديش الحته دي وما زلت خايف وضعيف وركبي بتخبط في بعضها، عايز الم. فاضل لك كام يوم؟ 14 يوم. تمشي على طريقه عالميه انا بحبها جدا وناجحه معايا مع كل روشيتا بقى هتديهم روشيتا. الروشيتا. الروشيتا طيب. الروشيتا الجميله الناجحه الناجعه. حبيبي اسمها طريقة خط الإنتاج. أنا بتكلم عن خط الإنتاج دي في اللغة العربية بصفة خاصة. تمام. ليه؟ حاكمها أنا في اللغة العربية. تمام. امسك يا حبيبي، أنا النهاردة هذاكر قراءة في الـ 14 يوم دول. عندي أربع دروس. الأربع دروس دول اتلغى منهم واحد، في هم خمسة اتلغى واحد. الأربع دروس دول أنا هاخد النهاردة درس العلم في الإسلام. أو هاخد الدرس بتاع البيروني. أي درس نكمل الأربعة. هروح واخده فيه 18 امتحان اخلصه. مش هياخد معايا في ال 18 الامتحان دول بفكره ايه؟ بكره الخيط. ايوه. 18 مش هياخد معايا ساعتين بالظبط. الله، فعلا تخيل يا مستر. انا حليت، بس في ال 18 امتحانات وزاره. تمام. بوكلت. تمام. في الامتحانات دي يا مستر حوالي 6 اسئله وقعوا مني. كل سؤال منهم عليه درجة ونص أو درجتين. طب أنت درجتين أو درجة ونص من الستة، أديك جبت لك أربعة ونص، وأنت أصلا الجرانتي عندك مش موجود. تمام. طب حلو، خلصنا ده في القراءة، ده في يوم. مش يوم هخلص بيه في كل ده، لا ده أنا هخش في اليوم برضو نفس اليوم هاخد معاه درس إيه؟ أدب. هاخد ده اسمه خط الإنتاج. بمعنى إن أنا النهاردة في البروجرام من النهاردة. النهاردة إيه؟ الجمعة. أنا لا السبت بقى. قراءة، درس كذا، وأدب بمدارس الشعر. كفاية قوي دول 10 على 10. وخد راحتك وتفسح ويلعب ويعمل اللي انت عايزه. والكلام ده بقوله لولي الأمر. هو كده خلاص خد المخزون الطبيعي، زي ما احنا بنقول في نظرية التغذية. النيوتريشن بنقول ايه؟ لو كلت فوق الطاقة الجسم بياخد الفيتامينات اللي عايزها، والباقي ده خلاص راح مش ملوش لازمة. يا جماعة سيبوه يخرج. يقعد مع اصحابه، يعمل لو لقيته قاعد قدام التلفزيون بيلعب بلاي ستيشن سيبوه. هو عمل اللي عليه. تمام. بس اهم حاجه يكون عندك امانه علميه. تمام. الله ورسوله، احنا قلنا فسيرى الله عملاكم ورسوله. لكن عشان تضحك على الوالد والوالده وتقول لهم انا خلصتهم، لا. طب انا ابوك برضه هقول لك وريني كده. هم دول ال 18 امتحان
بس مش عاجبني خطك مش عارف ايه الاخير اديله تشجيع برضه. خلصت كده اخش على اللي بعده. تمام. اهم حاجة في نقطة عايز اقولها اذا سمح لي البرنامج. فضل. التعبير. التعبير. كل الطلبة بيستهينوا بالتعبير. آفة الطالب المصري حتى اجتماعيا. انه لا يجيد التعبير في المواقف والمجالس. ما بيعرفش يتكلم. يقول لك لا يا عم خش انت تتكلم انا ما. طب ليه؟ انت خلاص ما عندكش طاقه تعبيريه. دي موهبه. التعبير ده موهبه وغير موهبه. ما هي موهبه فيك طاقه الكتابه. الله يفتح عليك. وبتحتاج برضو تغذيه طبعا. انك انت لما بتقعد مع اهل الكلام بتبقى منهم. تمام. بتقعد مع اهل السلام انت منهم. تمام. فطبعا انت ما بتقعدش انت بتقعد مع شباب كله مكبر. تمام. بلغتهم. انا مبسوط من حضرتك جدا. طبعا انا قاعد بتعلم طبعا من حضرتك لانك استاذنا طبعا. ربنا يخليك. من حضرتك وبعدين خبير لغه عربيه طبعا. دي حاجه جميله جدا واكيد هتصلح لي اي حاجه. لا يا حبيبي سلامتك ان شاء الله. انا سعيد بحضرتك جدا. هناخد اتصال وارجع لحضرتك. اتفضل يا حبيبي. استاذ رباب معانا. استاذ رباب. ايوه اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بس كنت عايزه اسال مستر تامر فرماوي عن الدراسة أونلاين. يعني إحنا قبل كده سمعنا في كذا برنامج في اليوم بيتكلم عن الدراسة أونلاين. أنا كولية أمر دلوقتي وما أقدرش إن أنا أدي ولادي دروس بفلوس كتيرة والكلام ده. أنا إزاي أستفاد من خبراته في الأونلاين؟ طيب انت خدت السؤال من على لساننا وكويس ان انت متابعانا طبعا. ولسه السؤال اللي محضرينه الاستاذ تامر بنتكلم عن الاونلاين والطريقه الحديثه للدراسه في مصر. طبعا انت اللي هتقولي بقى. انت قلت السؤال اهو فاستاذ تامر هيجاوب على سؤال حضرتك. شكرا ليك يا استاذ رباب. وطبعا انا لسه السؤال كنا كاتبينه وغير ان الاستاذ ياسر برضو اللي سال كان بيسال على نفس الاتجاه. فهي الاجابه المدام رباب. هي الاجابه للاثنين يعني. وطبعا موضوع الاونلاين هو موضوع يعتبر على المصريين حديث شويه ولكنه موضوع فيه ناس سبقت فيه يعني بخطوات كتيره قوي. احنا طبعا ليه ما بنستفادش بيه مثلا حاجه عندنا في كل بيت وهي الانترنت. كلنا بقى عندنا انترنت دلوقتي. الناس بتصعبها على نفسها في موضوع الدروس ولازم نروح للمدرس الفلاني ولازم وهو ده اللي لو ما رحناش معاه يبقى مش هنجيب درجه. الموضوع ابسط من كده واوفر من كده. انت يعني انا اي واحد عنده اولاد في البيت فده الله يكون في عونه يعني عنده عبء جامد جدا مادي ونفسي ولي الامر الظروف اللي احنا فيها الظروف طبعا ولو في حد منهم في ثانويه عامه ده العبء بقى مضاعف يعني اكثر. طيب هو نرجع لموضوعنا الاونلاين. الناس اللي بتدخل في السوشيال ميديا احنا عندنا في مصر يعني رواد من في كل المواد. عندنا في كل المواد مدرسين على اعلى مستوى والناس ما بتدخلش. يعني انا ليه ما ادخلش ابحث؟ انا من يعني بتابع السوشيال ميديا بقالي فتره طويله بجد مثلا اكاديميه ايديو ستيج استاذ هشام اسماعيل ده راجل يعني يعتبر من رواد الاكاديميات الاونلاين. ازاي بيختار نخبة من ألمع النجوم والمدرسين اللي معاه والناس بتدخل غرف يعني انا يعني درس بدل ما بقى انا قاعد وفي قلق ان انا اصاب بمرض او حاجة لا ده انا في غرفة وبدخل مع المدرس والمدرس بيسمعني وبتكلم معاه وقاعد لوحدي مفيش حد يعني مفيش حد وبسأل وبتناقش وبيحصل حوار والموضوع في منتهى الجمال ومعايا حد على اعلى مستوى لان الراجل ده بيحافظ على الاكاديمية بتاعته. لما بيجي يختار ما بيختارش اي مدرس بيختار النجوم. استاذ هاني نجم في الاعلام يبقى انا هجيب الاستاذ هاني. فلان استاذ صدقه في كذا. طب هل الاونلاين ابتدى في مصر يعني يثبت وجوده؟ طبعا في ناس ابتدت تسبق وابتدت تدخل وابتدت تعرف وتعمل سيرش على النت وتعرف يعني ايه الاونلاين وابتدوا يلتحقوا بالاكاديميات دي. ما فيش اونلاين في قنوات اخرى تعليميه يعني انا يحضرني مثلا ان قناه ماجيك ماس على اليوتيوب ماجيك ماس مستر شنوده فهمي. القناه دي يعني بقالها سنتين بس عليها 700 فيديو 700 فيديو لكل المراحل تتكلم عن الماث بس. تمام. لما حضرتك تدخل وانت عارف ماده الماث هي ماده شرسه بالنسبه للشعب المصري بتلاقي عقبه اولياء الامور بيبقى فيه صعوبه في مذاكره اولياء الامور مدرس بيشرح له يعني الراجل ده عامل 700 فيديو لجميع المراحل بالعربي وباللغات. يعني الناس هي اللي مش بتبحث. تمام.
فاحنا بنخاطب الناس وبرد على الاستاذ ياسر رساله بقى من بنوجه رساله يا جماعه وفروا على نفسكم ما تجهدوش نفسكم. لو المدارس اتاجلت ومش هننزل المدارس او مفيش حد نزول للمدارس لا ادخل وابحث على اليوتيوب على القنوات وهتلاقي طبعا بيبان من القناه ومن اسم صاحب القناه كم اعضاء القناه ماده علميه محترمه جدا وكل واحد بيشتغل على نفسه يا استاذ. والاونلاين هو الاونلاين اللي انت وجهت عليه دلوقتي مهم جدا جدا. المدرس بيشتغل على نفسه زي هو يعني لو ما اشتغلش على نفسه مش هيبقى ليه وجود في ظل التكنولوجيا. فالناس دي بتشتغل كويس قوي على نفسها بتختار التقنيه الحديثه ايه البرامج الحديثه اللي بيستخدموها لتسهيل الماده على عليهم وعلى اولياء الامور وعلى الطلب. فاحنا ليه ما بنعملش كده؟ انا كمان شايف ان في الاونلاين انت هتوفر وقت الولد جدا. بدل ما بينزل ساعتين رايح وساعتين جاي تمام. ورايح الدرس وجاي من الدرس بيوفر فلوس لوالده طبعا. بيوفر مخاطر ان هو في الشارع يعني طبعا. انت ابني نزل في الشارع دلوقتي لا قلقان عليه الام قلقانه وكل شويه انت فين مع اصحابك بتوفر عليه حته الصحبه يعني هو ماشي مع مين بنوعيها ماشي مع صحبه صالحه ولا صحبه غير صالحه الولد اللي معاه ده زميله ده بيشده لحاجه معينه ولا هو انت وفرت على نفسك كتير. فليه ما نبقاش كده ونوعي هي دي عايزه برضو من مسؤوليات حضرتك والاستاذ صدقه وجميع المدرسين نشر الوعي بقى على الاونلاين ازاي اوعي الطلبه يا جماعه في حاجه اسمها اونلاين وادخلوا الغرف ديت وشوفوا والطالب هو اللي هيحكم. وبالفعل طبعا بقى ملاحظ جدا ان زياده عدد الطلاب اللي ابتدت تلتحق بالقنوات اليوتيوب والاكاديميات ابتدى يزيد وده ان دل عن شيء يدل على وعي من الطالب ووعي من ولي الامر والمدرس الواعي اللي بيعمل لنفسه دعايه كويسه جدا. وبعدين ده بحر يعني حضرتك العالم بتاع اليوتيوب ده لما حضرتك تدخله انت عايز ماده العربي في مليون مدرس اختار بقى اللي انت عايزه ما هو ده بيقدم مادته بشكل معين وده بيقدم مادته انت وفرت على البيت مجهود رهيب زي ما حضرتك قلت وقت ومجهود واصحاب يعني ايه تاني المطلوب. فانا من هنا من منبر حضرتك بدعو ان الناس كلها فعلا تبتدي تتجه للاتجاه ده هو ده للبيت وكل بيت فيه النت كل بيت بقى موضوع سهل وبسيط دلوقتي ان اي حد عايز يحصل على اي ماده علميه بيدخل على جوجل وبيطلب يوتيوب وبيعمل سيرش على الماده اللي هو عايزها بيطلع له 50,000 فيديو. في نقطه كمان بتهمني انت كمان النهارده استاذ صدقه انت ما حرمتش الطالب انه ماسك التليفون بتاعه هو عنده هوايه ان هو قاعد ماسك التليفون بتاعه تمام. فمن خلال الاونلاين انت مخليه قاعد ماسك تليفونه وفرحان ان هو ماسك تليفونه وشغال يعني بدل ما انت قاعد تكلم حد او بتضيع وقت في حد لا ضيع وقتك وانت ماسك التليفون ووالدك مش هيقول لك حاجه وانت ماسك التليفون لانه هو عارف انك وقاعد انت وشايفك انت شغال في ايه وانت قاعد بتدرس طبعا. فده برده مش هيخلي الولد برده ما عليهوش ضغط عبء نفسي بابا واخد مني التليفون لا مش عايز نمسك التليفون الخوف والقلق الخوف والقلق لا امسك تليفونك واقعد ذاكر وده هيدي لك ثقه في نفسك ان انت تكون عندك الجرأه والشجاعه ان انت قاعد بتذاكر وسط الغرف المغلقه طبعا. دي طبعا طبعا احنا بنحييك يا استاذ تامر على موضوع الاونلاين دوت وان شاء الله عايز طلبه كتير يتفاعلوا واولياء الامور برضو يكون عندهم اللي شايفيننا دلوقتي يحاول يبحث ويشوف ويساعد الطالب على انه يساعده في الاونلاين. هو مش جديد على طلبه الانترناشونال لان ده كل شغلهم اونلاين احنا اصل مش كل المدارس في مصر طبعا طبعا, طبعاً, طبعاً. ولكن احنا بنتكلم في الغالبيه العظمى من الطلبه المصريين التعليم الحكومي فلازم التعليم الحكومي يكون على قدر المساواه وهو اللي بيطالب بالانترناشونال الحكومي بس والوزير بيجتهد في ده فعلا وبيأهل دلوقتي لان فعلا الطلبه دلوقتي بقوا في امس الحاجه للموضوع دوت وابتدى يبقى في شغل جامد جدا الوزاره بتأهله بتدي دورات تدريبيه للمدرسين بتدي توعيه جامده وبتحاول تدخل الانترنت في المدارس عشان الطلبه تستفاد منه لان طبعا اول لما حصلت المشكله بتاعت كورونا دي حضرتك وجميع المشاهدين طبعا ملاحظين ان ابتدت المدارس تتحط قدام عقبه هنعمل ايه فبقت المدرسين اللي مش متدربين نفسهم هنسجل ايه وننزل ايه على الـ على الـ على صفحات المدرسه فكانت الحاجات بتبقى متواضعه جدا لان مفيش تدريب ومفيش تقنيه ده الفرق بقى ما بين الشغل اللي احنا قلناه من سنين الناس اشتغلت ولسه الناس بتبدا فيه دلوقتي تمام. استاذ صدقه هروح لحضرتك الثانويه العامه زي ما بنقول ليها وعليها ايوه الطالب ليه وعليه أيوة. الاسره ليها وعليها ايوه هناخد تليفون ونرجع لحضرتك اتفضل حبيبي مين معايا يا فندم طيب معانا محمد من منوفيه اتفضل يا استاذ محمد ايوه اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام انا في البدايه انا برحب بالاساتذه اللي موجودين بسم الله ما شاء الله بيقولوا كلام جميل جدا جدا ربنا يخليك شكرا ليك يا فندم
بس انا حابب اسال سؤالين بعد اذن حضرتك. اتفضل اتفضل. واتمنى من الاساتذه يدوني اجابات واحده. اكيد هيجاوبوك. اتفضل. في البدايه ما مصير الثانويه العامه العام القادم في ظل الاونلاين ليرنينج اللي احنا فيه؟ وهل هيبقى الموضوع متماشي مع الاسره المصريه لدخول الجامعه في ظل نظام الاونلاين ليرنينج ده؟ تمام. بالنسبه للسؤال الاول. طيب. بالنسبه للسؤال الثاني سريعا. بالنسبه برضو للاونلاين ليرنينج. ما مصير المعلم المصري والمدارس المصريه في ظل هذا النظام لو استمر لفترة أو ولو بقى هو النظام السائد الشائع؟ تمام. عندنا في مصر. حاضر هنجاوب حضرتك. شكرا ليك يا أستاذ محمد للمتابعة. معانا أستاذ محمد تاني. اتفضل. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك بشكر الأستاذة الموجودة معاك جدا. اتفضل يا حبيبي. شكرا ليك. وانا طالب جامعي وعاجبني البحث جدا جدا. تمام. وطي التلفزيون بس وكلمني تليفون. حضرتك. اتفضل يا محمد. انا بقول لحضرتك مشروع البحث ده انا اول سنه ليا، انا طالب جامعي. بس مشروع احسن من اللي انا انزل واجي وكده. استفدت منه؟ استفدت من البحث؟ اه جدا. انت اللي عملته طبعا ولا كان بمشاركه زمايلك ولا الاسره؟ معايا زمايلي، معايا اربعه زمايلي، احنا تمام. خمسه. تمام. ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله مع مستر تامر، اللي هم في مشاركه بين الطلبه مع بعض. انا الكلام عجبني جدا عشان كده شاركت. تمام. شكرا ليك يا محمد وبالتوفيق ان شاء الله ليك. كل سنه وانت طيب. شكرا ليك. استاذ صدقه بنلاقي ان الطلبه ابتدت تتجاوب طبعًا. وان الموضوع البحث اللي اشار اليه استاذ تامر ان بيبقى فيه مشاركه، وده اللي المدارس الانترناشونال اللي عملته، ليه ما تطبقش التجربه في المدارس المصريه عموما، يعني مدارس المنظومه التعليميه في مصر. في تليفون معايا؟ طيب. ليه ما نطبقش المنظومه ديت في مدارسنا اللي هي الاغلب والاعم والاشمل؟ القاعده العريضه هي المدارس الحكوميه. تمام. فانت حضرتك شايف ان احنا بنتطور في التعليم؟ شايف ان الطالب المصري مؤهل لده؟ نقول مره للمره المليون بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ محمد من المنوفيه الظاهر هو شافني وانا بكتب الخطوه القادمه في المناقشه. هم بيشوفونا على فكره زي استاذ رباط كده. بقول له قوى الله بصيرتك يعني. ليه؟ لان انا بكتب الخطوه اللي قادمه تعليقا على كلام زميلي الاستاذ تامر بارك الله فيه. بكتب توفير الانترنت. احنا عايزين نمشي على امثال جدودنا اللي طلعوا اجيال العظماء. اطبخ يا جاريه كلف يا سيدي. اديني انترنت قوي. كل الشكاوي 70% منها يقول لك بيقطع. بيقطع عليا. طب هجيب فلوس منين عشان الباقه ومش الباقه؟ وفين الاوفرز الجميله اللي عملتها شركات الاتصالات ومن المصريه للاتصالات؟ تمام. واخد بال حضرتك وي وغيرها ان تديني اوفر، مش اوفر بقى ايه؟ حاجه كده 10% 20%، لا ده انا عايز اوفر مش اقل من 70 80%. التعليم قضيه قوميه. وبعدين احنا بنقول تعالى شوف الصين، شوف اليابان. اذا اردت ان تزرع ليوم فازرع وردة. اذا اردت ان تزرع لاعوام او لشهور او لسنين او الى اخره فازرع شجرة. اذا اردت ان تزرع لعمر باكمله فازرع رجالا. فعشان انا اقول الانترنت مشكلة يا دولة. اذا اشتروا امكانياتكم. احنا بنستثمر في حاجات كتيرة. عايزين استثمار في هذا المجال عشان احنا داخلين على حاجه اسمها اونلاين. اونلاين دي لو ما تيجي تبص لها تكتب فيها 10 15 مجلد. من حيث الطالب، الامكانيه الهوائيه اللي هي الانترنت، واخد بال حضرتك، الماده العلميه واعدادها المسبق، لان انا كاتب هنا تجهيز الماده العلميه. ازاي اجهز الماده العلميه علشان تبقى اونلاين يا استاذ تامر؟ بحيث انها تبقى اكزايتنج كده، ممتعه جميله، مش انا اخش كده على الاونلاين يا ساتر
والله المدرس اللي بيجي في البيت كان احسن مش عارف، لا انت عايز تشوف حاجه ممتعه مبهره، المدرس اللي واقف قدامك بيخليك بيشدك زي ما بتتفرج على مسلسل. برافو عليك، مش ممتعه ليك انت، دي ممتعه ليك والباباك والمامتك والفريق كله. والدك هيجي يبص انت بتعمل ايه بالظبط، والدتك هيجي تقول لك انت واقف ازاي، الاستوديو اللي واقف فيه او المكان اللي واقف فيه، المدرس اللي بيشرح منه، كل ده هيخلي الطالب كمان يبقى مقبل على الموضوع. مظبوط. فاذا التجهيز وتوفير الانترنت احد، مش هقول احد، ده كل نجاح العملية التعليمية متوقف على النقطتين دول، اللي هي من خلال الاونلاين تجهيز الايه الانترنت بقوات تستوعب، زي ما بنشوف في اوروبا كده ماشيين في الشارع فري واي فاي، واخد بال حضرتك كله شغال. وبعدين يعني انت هنا يعني عايز دور الدوله بالزبط يكون قوي شويه. انا لسه بقول في المثل في الاول اطبخ يا جاري كلف يا سيد. فانا دلوقتي عايزك تذاكر، اجهز لك الجو المناسب واجهز لك الايه. انا عايز ارد على هاخد على الاستاذ تامر، اروح للاستاذ. اتفضل استاذ. السؤال الثاني اللي ساله الاستاذ مصير محمد. مصير المدرس، وانا حابب ان انا اتكلم فيه، هو يعني ده سؤال مهم جدا بما ان احنا في مجال التعليم، ولازم نخلي بالنا من الموضوع. المدرس، المدرس دلوقتي لو ما اشتغلش على نفسه خلاص انتهى. تمام صح. خلاص يعني احنا دلوقتي بنواجه ان احيانا، ودي بنلاقيها بكثره يعني، ان الطالب بيكون متفوق على المدرس بتاعه تكنولوجيا طبعا. يعني بيبقى عنده قدره ان هو يعمل شغل على الاجهزه اللي فاهم في النت والانترنت والتليفون، والمدرس مش عارف لو ما لحقش نفسه هيصدي يعني. دي احنا خدناها لغايه دلوقتي احنا بندرس. لذلك المدرس الاونلاين بالنسبه للاستاذ محمد، اذا ما كانش متمكن جدا من انه يقدم او عرض بيتعب فيه جدا. احنا انا بالنسبه لي لما باجي اعمل شغل انا بموت عشان اعمل درس، بتعب جدا، بس في الاخر خالص بعد لما بنزل الدرس ده بتشوف نهايه الثمره بقى بتاعتك، بلاقي اقبال من اولياء الامور، اقبال من الطلبه، بس بكون انا خلاص تعبت جدا. في غيري ما بيعملش ده، فخلاص ده ما حدش بيبص له ولا حد بيروح له. فاذا ما كانش المدرس يجمد نفسه جدا في موضوع التكنولوجيا، البرامج، ايه افضل الاساليب العلميه الحديثه في التعلم والتعليم. انت عارف حضرتك استاذ هاني، فنلندا لما بنيجي نتكلم على دوله زي فنلندا، اولا دي تعتبر رائده من رواد التعليم، هي رقم واحد في العالم. تعال نشوف هما بيتعلموا ازاي هناك. المدرس وحياتهم اولا ما بيدوش واجبات، وده امر غريب. طول النهار الطلبه بتروح المدرسه، حابه تروح المدرسه ليه؟ الطلبه عماله طول النهار العاب، يخرجوا من اللعبه دي يروحوا للعبه دي، وسايبينهم خالص براحتهم. طب ازاي تطلع الاولى دي؟ لغايه لما تلاقوا الطالب وهو مثلا موجود وبيشارك وعند نخله كده وبيلعب، ولقى نمله صغيره معديه جنب فيجيب هنا، ايه ده؟ ايه اللي جاب دي هنا؟ فيجي مدرس الساينس يبتدي يتكلم معاه، خلاص هو كده اتعلم، مش هينسى ورقه وقلم والكلام ده بينسى، لكن هو ابتدى يتكلم معاه، يدردش معاه، بيلعبوا لعبه معينه، وجي مدرس الفيزيكس هو ليه ده اتقل من ده، فيبتدي يجي بيدخل معاهم في الموضوع ده عشان كذا، ويقول القانون بتاع الماده. فتلاقي ان الطلبه راجع البيوت، هم بيقعدوا يوم كامل، بس هو راجع ومش محتاج واجب خلاص، لان هو الهدف من الواجبات كل حاجه بقت في دماغه وشاف عملي. لذلك ده لما بيبقى في دكتور او مهندس او الى اخره، ده بيبقى متفوق. راجل متفوق. تمام بالظبط. طيب هروح ليك استاذ صدقه، وخلاص احنا على وشك اللي احنا ننهي، بس قبل ما ننهي عاوزك زي ما ادينا روشته للطلبه، عايزك تقول لي حاجه كل طالب مستنيها دلوقتي ولي امر مستنيها، توقعات. حاجه مهمه جدا في العربي مثلا، يتوقع ايه ويركز على ايه؟ عايزين يديلهم روشته بسرعه كده، نقول لهم ايه بالنسبه للقراءه، ايه المواضيع اللي ممكن يهتم يعني بيها الطالب؟ برضو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين. التوقعات عموما كانت قبل نظام البوكلت، المدرس الخبير العواجيز اللي زي في سننا كده، كان وهو من اول يوم في السنه يقول للطلاب بصوا اللي جاي السنه دي كذا بنسبه 90%، ويلاقوه فعلا حصل، لان كان النظام القديم معروف وهم الطلبه عارفين. النظام الجديد دلوقتي زنق الكل، بمعنى ايه؟ يعني بيجي يقول لك انت عندك خمس دروس قراءه، هيجيب لك درسين. واخد بال حضرتك؟ الاول كان يقول هيجيب لك درسين تختار درس، وهم نفس الخمسه. اقول له احنا بص هناخد ايه، لازم ناخد درس من الوحده الاولى ودرس من الوحده الرابعه. الدرسين دول طالما خدناهم لازم هيجيب واحد منهم، من فاهم حضرتك، مع حتى واحد من اللي هم ايه انا ما علمتلكش عليه، فهتحله. دلوقتي انت بتحل السؤالين.
يعني اصبح مفيش اختيار. الاختيار جاي في اخر سؤال في القراءه ألف وب، يقول لك تخير ألف او ب. طب ايه الدرس بقى اللي انا بقول ان مثلا يعني عشان وقتنا نقول توقعات طبعا كده، التوقعات طبعا يعني مش هو ده مش هيكون سبق يعني، ولكن انا بقول رؤيتي الشخصيه كخبير تربوي يعني لما اقول مثلا عندي في ثالثه ثانوي درس العلم في الاسلام ده من الدروس القويه جدا، وعندي القدس عربية إسلامية ده درس مهم جدا. طب أنا بقول للطالب ليك الدرسين دول؟ لأن الدرسين دول بيمثلوا واقع أممي، واقع للدولة. العلم في الإسلام عايزين نقول نوري العالم اللي فهم العلم في الإسلام غلط، إن العلم مش كده، لا العلم شامل لكل ضروب الحياة الإنسانية. تمام، فحضرتك اديت لهم موضوعين للقراءة في القراءة. أما بالنسبة عندي التعبير وأنا قلت لحضرتك ده فاتحة الامتحان في أغلب الأوراق. أنا بقول له يا حبيبي عندك في موضوع صغير وموضوع كبير، والموضوعين دولا لازم تبقى عارف كده. الموضوع الأولاني زي ما بنقول كده يعني ممكن تقول فيه على طريقة الرسالة، واخد بال حضرتك، على طريقة مثلا الاقتراح إلى آخره الكلام ده. أما الموضوع الكبير اللي هو ست فقرات فده موضوع هو بيديهولك هدية. ليه؟ مش من وحي الثقافة العامة. لو بيدولك من متطلبات الحياة يقولك الرياضة، القراءة، الصحبة الطيبة، اللي مش الموضوعات العامة اللي نقدر كلنا نتكلم فيها. يجب عليك، أنا بقول في الموضوعين نقطة مهمة جدا، تحرى الطريقة النموذجية لكتابة موضوع التعبير اللي هي نظام البراجرافات. هتكتبه كده على بعض وحجر رشيد، اديك خسرت درجتين من اللي هو درجتين التنظيم، لكن انت لازم نظام الباراجراف كده، واخد بال حضرتك، فقرات، ست فقرات يبقوا ست فقرات كده، هتاخد على الحته دي درجتين والحمد لله، ودرجتين املا وكلام منه. ده بالنسبه للتعبير كده. اما بالنسبه للنصوص برضك، اهم النصوص، النصوص دي بقى يعني ما لهم الاسامي بس. عندنا درسين اجباري، واخد بال حضرتك، التكافل الاجتماعي في الاسلام والكنيسه نورت. طب يعني احنا بنقول احنا التعامل مع الاخر في بلدنا، احنا بننادي بحب الاخر. مصر طبعا يعني الهلال والصليب. تمام، يبقى انت ممكن تلاقي الكنيسه نورت جالك. طب جالك التكافل الاجتماعي في الاسلام، درس جميل وممتع في ظل الجائحه اللي احنا فيها دي، والتكافل ممكن ازاي. برافو عليك، يعني هيجي ممكن سؤال كده مباشر مقالي متعلق بالدرس يقول لك ايه، كيف نتكافل اجتماعيا في ظل جائحه كورونا. تمام، عموما انت يعني انت اديتني برضو بعض اللاينز كده اللي ممكن الخطوط اللي يمشوا عليها الاولاد، وان شاء الله نتمنى لكل الطلبه بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. انا سعدت بحضرتك جدا، وكخبير تربوي انا قعدت اتعلمت منك. ربنا يخليك يا استاذ، وطبعا يعني حضرتك قيمه وقامه، ويا رب برضو تفيد اجيال واجيال واجيال. طلعت من تحت ايدك اجيال كبيره قوي، وان شاء الله في اجيال تانية برضو هتطلع من تحت ايدك. ربنا يكرمك. شكرا ليك، وسعدت بحضرتك اكتر، وسعدت بوجودي مع الاستاذ تامر برضو. انا كنت سعيد بيكم جدا يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا ليك استاذ صدقه. واستاذ تامر بشكرك. اتفضل. كلمه سريعه كده، انا بقول لاولياء الامور اللي هم متابعينا دلوقتي، يا جماعه ما تخافوش، لازم تعرفوا ان القيادات بتاعتنا على وعي كامل، وان شاء الله مراعين ده في الامتحانات، ومش هيصعبوا عليكم، ومش ولازم هيكبروا بخاطر اولادنا، لان هم حاسين بينا كويس في الفتره دي. دي اول نقطه. النقطه الثانيه السريعه، بوجهها رساله لجميع اصحاب المدارس الانترناشونال اللي لوحظ يا استاذ هاني في الفتره الاخيره بسبب موضوع كورونا، ان هم بيتخلوا عن المدرسين او بنص الراتب، ودول ناس فاتحين بيوت. فرجاء نداء من مقام حضرتك هنا، اصحاب المدارس خلوا بالهم، الناس دي وقفت معاكم ايام لما كان في شغل، فما تتخلوش عنهم. ومن افضل المدارس اللي ربنا يبارك لاصحابها، نارمر امريكان كوليدج، اللي لم يحدث اي تغيير في تعاملهم مع المدرسين. وربنا يبارك لاصحابها، ناس على مستوى عالي جدا من الاخلاق يعني. بشكرهم. انا بشكرك استاذ تامر، وبشكرك استاذ صدقه. ثانيه، علشان الناس تنبسط وتفرح، وعلشان يدعوا لنا برضك. امتحانات الثانويه العامه السنه دي بجميع مراحلها، عفوا، بجميع تخصصات علم وعلم وادبي، واخد بال حضرتك، الامتحانات هتيجي مرضيه للطالب
المتوسط قبل الطالب المجتهد. ان شاء الله تكون مرضيه للجميع ونتمنى النجاح للجميع وهيبقوا زي الفل ان شاء الله. شكرا يا اعزائي المشاهدين، في نهايه لقائي مع الاستاذ صدقه عبد الرحمن خبير التربوي والاستاذ تامر الخبير التربوي، يا رب الحلقه تكون عجبتكم. انا بشكرهم جدا، ادلوا بدلوهم وادونا معلومات مهمه جدا، اتكلمنا عن اونلاين واتكلمنا عن الحاجات المهمه للطالب في الثانويه العامه، وقلنا ازاي الطالب يستعد. الاولياء الامور خفوا على اولادكم شويه، ما تعملوش عليهم ضغط، سيب الولد، ما تطلبوش تقول له لازم تجيب مجموع وتخش هندسه وتضغط عليه او طب، سيبه اللي ربنا كاتبه له، ان شاء الله ربنا هيرضيه طالما هو مجتهد وشغال كويس. الفقره الاولانيه خلصت، الفقره الثانيه ان شاء الله مهمه جدا، خليكم معانا ما تروحوش في اي حته، هنقول لكم الفقره الثانيه لما تبقوا موجودين معانا ان شاء الله. فاصل قصير ونعود اليكم بعد قليل.